وسهلا من جديد مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا على موجات راديو مياد. مرحبا بالناس اللي تحقوا بنا في الاستماع. شنرجعوا على تقييم الوضع الوبائي في تونس وعلى اليوم كيفاش نجموا ان نشوفوا الوضع عامة، هل تحسن بالفعل كما برشا يقولوا، هل تحسن مع البقاء في حالة حذر، حديث حتى عن ضرورة اليوم انه مع تراجع الارقام نخفوا شوية من الإجراءات اللي تم اتخاذها من بينه مثلا حظر الجولين وبعض الإجراءات الأخرى، هل بالفعل نجم نمشيه في الإجراءات هذه؟ خاصة أنه اليوم نحكيه على تخوفات من سلالات جديدة، نحكيه على سلالات معينة اليوم يمكن أنها تدخل للبلاد، في المقابل ثم إجراءات خاصة بالنسبة للوافدين على تونس من توانسة وإلا سياح، وضرورة اليوم أنه تونس مشيت في إجبارية الحظر الصحي الإجباري معناها الخاص والذاتي للناس اللي تدخل لتونس تخوفا من سلالات جديدة. نحكي وزادة كيف على التلقيح وعلى النجم اليوم نمشيه مع ظهور السلالات الجديدة هذية في جرعة ثالثة لبعض الفئات اللي عندهم أمراض مزمنة. الحديث هذا الكل باش نزيدو نحكيو فيه أكثر ونزيدو نتعمقوا ربما في بعض المعطيات العلمية للوضع الصحي في تونس وعلى الإجراءات العلمية اللي نجموا ولا التحركات الخاصة اللي نجموا نعملوها تدارك لدخول سلالة جديدة. هذا الكل باش نزيدو نحكيو فيه أكثر مع الدكتور محجوب عوني، خبير في التحاليل الفيروسية وعضو اللجنة العلمية. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك، أتمنى لكم سنة هجرية مباركة لكم ولكافة مستمعين الإذاعة وللشعب التونسي بتمامه. شكرا، يعيشك وكل عام وانت حي بخير. زادا دكتور نحكيه على خنقيم والوضع عامة اليوم في تونس، هل ثم تحسن كما قاعدين نشوفه على مستوى الأرقام والناس الموجودة في المستشفيات، أم هو ربما أرقام ما هيش واقعية برشا؟ عامة الوضع كيفاش نجم تقيمه؟ شكرا، خلينا ندخل في نقاش على ثلاثة محاور. أولا خلينا في فرحة الحملة الوطنية ونجاح الحملة الوطنية للتلقيح، اللي نعرفه نحن الحملة تلقيح مستمرة بنسق تصاعدي منذ 13 مارس، وكان العدد أنذاك 743 شخص ملقح. اليوم نحتفل ب 3,499 دوزة تلقاها الشعب، هذا شيء يفرح ويخلينا في اطمئنان لبلوغ الهدف المنشود، هو قرابة تلقيح على الأقل 50% من منتصف أكتوبر، وربما نوصل حتى 60 فأكثر في موفى سنة 2021. هذا الشيء اللي خلينا إذا معناتها نعتقد اللي ثم توجه جديد، ثم استراتيجية جديدة تخلينا مش نمشوا في نفس الوتيرة، وإن شاء الله يكون عدنا بما يكفي من التلقيح وهي موجودة وكل الأنواع موجودة، حتى نكثف من هذه العمليات اللي تعطي دفع من حين إلى آخر إلى هذه العملية المتواصلة كما قلت لك من شهر مارس إلى اليوم بأعداد متعدية. اليوم عدنا تقريبا 18.82% من نسبة المواطنين ملقحين، وهذا شيء يبشر الخير. احنا العملية هذه جت في وقتها، لأن هناك عديد المؤشرات قاعدة في انحدار، وهذا مؤشر إيجابي، لأن العملية كذلك التلقيح يلزم يكون في فترة بعد الذروة وانحدار هذه المؤشرات، مما يعاون على اكتساب معناتها مناعة تخلي الفيروس ما يلقاش الفضاء باش ينتشر، وبالتالي يطور من قدراته البيولوجية، منها سرعة الانتشار وكذلك إمكانية الانفلات على ضد المضادات الحيوية. هذا برنسيب مبدأ، هو حتى نقلل من انتشار الفيروسات
والسلالات الناتجة على تغيرات تحدث على موارد الجيني هو أن تكون سرعة التلقيح وكمية التغطية أكثر ما يمكن حتى لا نعطيه المجال لهذه الحالات. لكن موجودة على كل حال التخوفات، وهناك يقظة هامة لترصد كل ما يمكن ينتج على تضاعف هذه الفيروسات، لأن ما زالت بعض المؤشرات في مستوى عالي، النتائج الإيجابية فوق من 20 فاصل. وبالتالي احنا في الحالات هذه ما دام تم تضاعف الفيروس تم جيوب، ديما نتخوفوا بس ما تكونش تطورات إلى سلالات جديدة. لكن بالمرصاد لكل هذه الحالات بالتقطيع الجيني المتواصل على مستوى المخابر، وبمتابعة والمحافظة والتجديد على الإجراءات الوقائية المعتمدة إلى حد الآن، لم يقع تخفيض فيها وسنبقى عليها، لأن حتى في كثافة التلقيح يجب أن ندعم هذا العمل لقطع الطريق وتضاعف الفيروس داخل المجتمعات. معناها أنتم اليوم مع نصيحة أنه نحافظوا على نفس الإجراءات اللي توا معمول بها إلى مدة زمنية أخرى معينة، معناها ثم فترة زمنية معينة لازم نمشيوا فيها ونواصلوا في مع بطبيعة حملات التلقيح؟ بالطبع هذايا هناك إلى حد الآن البقاء على الإجراءات المعتمدة حاليا، لأن هي ذاك العنصر الأساسي لقطع الطريق وقطع شبكة انتشار الفيروس بس ما يزيدش يعطي سلالات جديدة. وهذه نعرف اللي احنا كذلك التلقيح هي كذلك عنصر أساسي لامتلاك واكتساب أجسام مضادة ضد الفيروسات. ما دام هناك كل السلالات المتواجدة حاليا التلقية عندها وقع إيجابي على هذه السلالات، نحاول باش نمنع دخول أي سلالات أخرى يمكن تكون عندها قدرة أكثر من اللي الموجودة، وهذا ما تنجم نتغلب عليه إلا ما تكون هناك كمية كبيرة وفي وقت قصير تكون موجودة في تونس. معناها النجم بربي فقط جوست توقيفة صغيرة دكتور مع البيب، ونرجع باش نسألك زادة بعض الأسئلة الأخرين المهمين جدا. ابقى معنا دكتور. بالباك ولا بليش، في إليت تتأثر، الأصول المهنة تتكون، وفي سوق الشغل تتألق. بخبرة 26 سنة في التكوين تخرجوا خيرة المهنيين في محاسبة ومالية، تجارة دولية، إعلامية، ملتي ميديا، سمعي بصري، تصميم الفضاءات. للترسيم 26 220 415، وإلا www.elite-formation.com. مع إليت مستقبلك بعين كبيرة. مرحبا بكم من جديد في موجة صيف، مواصلين في مداخلتنا مع الدكتور محجوب عوني، خبير في التحاليل الفيروسية وعضو اللجنة العلمية. مرحبا بك من جديد دكتور. كنا حكينا قبل البيب، قلت لي لازمنا نواصلوا العمل بالإجراءات المعتمدة لقطع طريق قدام انتشار أي نوعية جديدة من السلالات، ولكن تونسي اليوم يقول لك دكتور أنه نحب اللقح على خاطرني نحب نرجع نعيش حياتي العادية. هل أنه ثم معناها فترة معينة وإلا شروط معينة نجم نرجع نعيش بها في حياتنا العادية من غير حظر الجوالين، من غير البروتوكولات الصحية والبروتوكول الصحي، معناها مثلا مربوطة بنسبة معينة لتلقيح التوانسة، وإلا مثلا بالطبع بفترة معينة ونجم نرجع لحياتنا العادية؟ بالطبع هو هذا الهدف، هو باش يكون عندنا نسبة كبيرة من المجتمع تلقت الجرعتين مع بعضهم. والنسبة هذه قلنا في إن شاء الله تكون من 15 أكتوبر عدنا على الأقل 50% تلقوا الجرعات هذه تاع التلقيح، تضاف لهم النسبة اللي وقع كذلك اكتسبت مناعة طبيعية بعد ما جتهم إصابة متاع الفيروس وتمكنوا كذلك. كل هذا يجعل إذن الأرضية
الفيروس ماهيش مناسبه للانتشار، وبالتالي يقع اذا سنعيش كذلك نفس الشيء انحدار كبير الى مؤشرات محتمله من المتابعه الصحيه، وبالتالي يبقى التخفيف شيئا فشيء في هذه، ويرجع المواطن الى حياته العاديه. ما نحن توا في فتره في تسابق ما بين الفيروس وما بين الإجراءات اللي تحد من انتشار، وبالتالي لابد من احترام هذه الإجراءات، لأن كما قلت لك ثم بعض السلالات المنحدرة ومتطورة من الدلتا اللي هي سلالة منتشرة عالميا بدأت خرجت فصيل جديد من نوعها ما يعرف بدلتا بلوس، اللي هو موجود الآن بكثرة في الهند، تواجد في بعض البؤر في أوروبا ولكن بنسب ضئيلة جدا، ولكن هذه الفصيلة عندها قدرات أكثر من اللي نعرفه عن دلتا، والدلتا نعرفه وين وصلتنا في فترة من الفترات، اكتظاظ المستشفيات، عدد الموتى، انتشارها على كل الأطياف العمرية، وبالتالي كل ما هي طورت في إمكانياتها بعد محاصرتها بتلقيح ونسبة كبيرة من امتلاك المناعة على مستوى الكومينوتي، هذا يخلينا ما ننسوش وما نهبطوش يدينا قدام هالتراجع النسبي في عديد المؤشرات. صحيح تم نحن في عملية انحدار، لكن يجب ناخذها بكل احتياط وناخذها بكل حذر، لأن كما قلت لك الفيروس من الجانب الآخر يحاول الخداع بظهور بعينات أخرى للانفلات من هذا الضغط المناعي المسيطر مسلط عليه. تفضل. اي وهو بالفعل هنا، لانه جبت انت على السلالات الجديده دكتور، وخاصه ثم تخوفات ظهر لي، ثم السلاله نتاع كنطقتها بالدي لامباديا ظهر لي هكا اسمها، ما نعرفش اذا الاسم على حسب ما نذكره صحيح، هذه اللي ثم فيها تخوفات انها تكون مقاومه للتلقيح جمله واحده، واحنا ما نحبوش نغلطوا نفس الغلطه ونعاودوا نفتحوا حدودنا لدخول سلالات جديده، خاصه سلالات تكون حصينا من التلقيح. وين وصلت هنا المعلومات متاع السلالات اللي معناها تنجم تتفادى التلقيح ولا تكون تأثيرها معناها ولا تأثير التلقيح عليها ضعيف، ومدى انتشارها في العالم دكتور؟ شكرا. احنا عندنا المرصد الوطني لمتابعة كل هذه الحالات، المؤشرات الساعة الداخلية، لكن كذلك يتابع كل ما هو جديد خارج الوطن وعلى مستوى عالمي من تطور هذه السلالات. وهذه السلالات اللي يلزم يكون عندنا كل الإجراءات اللازمة باش نمنعوا دخولها، أو على الأقل نحاصر الحالات اللي يمكن تعبر الحدود، وهذا بالتقطيع الجيني المكثف للحالات اللي المشبوه فيها. وهذاك علاش حتى مراجعة الدخول للحدود بزمية حجر الصحي الذاتي، حجر الصحي الإجباري الذاتي، وهذا حتى تقع المراقبة والتراسابيليتي متاع الوافدين. احنا نعرفوا اللي معناتها ما نجموش كل الحالات الإيجابية نعملوا لها التقطيع الجيني، لكن يقع سيبلاج متاع حالات معينة اللي يقع متابعتها. وإلى حد الآن الحمد لله ما عدناش هالسلالة، أنا قلت لك عندها قدرة مناعية، عندها قدرة في الانتشار، وعندها قدرة مرضية أقوى من اللي نعرفها إلى حد الآن. وهذه السلالة ما زالت لم تظهر في تونس، انتشارها بنسب عالية في الخارج، لكن نحن نحتاط، وعدنا العلامات متاعها هي اكتساب طفرات هامة معروفين، وبهذه الطفرات عندنا المؤشر اللي يمكن متابعتها. نعرف السلالة الأم عندها زوز طفرات اللي أعطوها الامتياز والتموقع عالميا، هي الطفرة هذه 452 و484، مكتسبتهم من ثم تضاف لهم طفرة جديدة
اللي عندها هي الدلتا بلس اللي قلت لك منتشرة بكثرة في الهند وبدأت تغزو بعض الدول في آسيا وبعض الدول كذلك في أوروبا، لكن ناخدين كل احتياطاتهم. وإحنا كذلك عدنا مؤشرات نتاع هذه السلالة ونحاولوا باش نحاولوا مراقبتها وترصدها في جميع الحالات، بالإضافة إلى العملية الأساسية لقطع انتشار الفيروس، وإن كان حتى تواجدت مش تكون متواجدة في أماكن معينة ويمكن معناتها السيطرة عليها، وذلك بساعة ندعموا التغطية المناعية على مستوى الوطن، وهذا هدف إن شاء الله من 15 أكتوبر نصلها. تعميم إذن التلقيح على كل الفئات باش تكون تغطية عامة، مادام حتى الأطفال الصغار أصحوا ممكن إصابتهم، وهذه استراتيجية اللي تغيرت وأعطت أمل جديد للمواطنين، بخاصة بما توصلت ليه الوقفة والهبة الوطنية يوم 8 أكتوبر. وصلنا إلى ركار أكثر من 5 ملايين خمسمائة ألف تلقحوا في نهار. هذا يدعم إذن العملية المتواصلة قلت لك من شهر من 13 مارس إلى يومنا هذا، ويمكن تدخل حتى على السيت نتاعها تشوفي كيفاش الأعداد قاعدة تتضاعف يوم، معناتها كل ساعة وكل دقيقة. أنا خذيت بعجالة مع 12 ونص، وصلنا 399 و120 دازة تلقاها التوانسة، أي عدنا على الأقل نسبة 18.82% من تلقى على الأقل جرعة واحدة. هذا شيء يبشر اللي نحن إن شاء الله على الريتم هذا وعلى الوطيرة هذه باش نكونوا من 15 أكتوبر غطينا 50%، بالإضافة إلى ما هو عنده مناعة طبيعية إن شاء الله من لموافق 2021 نكون عدنا تغطية شاملة ومناعة ويرجع التونسي يعيش عيشته الطبيعية. أما ثم زاد سؤال الحقيقة يطرح نفسه زاد الدكتور، لأنه بعض الدول مشيت في الإجراء هذية خاصة للمقاومة المسبقة للسلالات هذية، وهي اللجوء إلى جرعة ثالثة من اللقاحات. ثم نجم نمشيه في التوجه هذية، يعني جرعة ثالثة لفئات معينة اللي عندهم أمراض مزمنة، نجم نمشيه في التوجه هذية إذا توفرت اللقاحات؟ صحيح، إلى حد الآن اللقاحات الموجودة ثم نسبة كبيرة منها، ثم 100% ساعة عندها نفس الفعالية على مستوى المناعة الخلوية، ثم تفاوت ما بيناتهم على مستوى المناعة بالإنتاج الأجسام المضادة، وهذا يخلي مراقبة السلالة الجديدة مدى تفاعلها مع الأجسام المضادة، وهنا اللي صنعوا هالأدوية وقاعدين يروجوا فيها يدرسوا في الحالة بحالة، وهناك إمكانية في بعض الحالات اللي تكثر فيها السلالات اللي عندها قوة وقدرة كبيرة للهروب لشابمون إمينيتير على التلقيح، باش تقع جرعات إضافية بأخذ بعين الاعتبار اعتبار كل التحورات الجينية اللي وقعت على السلالات المستوى اللي هي مهيمنة، وهذا الكل على مستوى البحث على مستوى المتابعة في بعض ما إلى اليوم ما هيش معناتها داء ما هيش مع مبرمجة، لأن ما زالت السلالات المتواجدة عدنا والتلقيح اللي عدنا عندها فاعلية على هذه السلالات المتواجدة. معنى احنا باش نعملوا ناخذوا القرار هذية مثلا في تونس لازمنا نعملوا دراسة على الناس اللي تلقاوا اللقاح، وكل لقاح قداش كانت معناها قدرته على انتاج المضادات الحيوية هذية، وعلى هي قاعدة تاخد طنزنطن هكا كنترول متاع السيرولوجي، معناتها مدى كسب مناعة على مستوى الفرد، وتكون لا ديديكسيون بطري على مستوى البوبيلاسيون شنو لكوفرتير مينيتير، معناتها التغطية المناعية على مستوى الواحد. هذا خلينا ديجا اونيفاليون باراليل للستاتي مينيتير دالبوبيلاسيون، مي اومام طون اون بونس اوسي اذا كان سما
بتجارب مخبرية هل بعض العينات اللي هي ما تتفاعلش ضد السماوية يقع بالطبع إجراء اللجوء إلى التلقيح المعدلة وهو التلقيح الثالث أو الدوز الثالثة المعدلة حسب ما يفرزه البحث وحسب ما يفرزه الواقع المعاش في كل بلاد. وهذا معناتها اللجنة بالخبراء ومتابعة ما ينشر للخارج ودراسة كل ما عدنا في الداخل هناك إذن متابعة لصيقة لكل هذه الأشياء وإن شاء الله كل شيء يكون في وقته يأتينا كما أخذنا الحذر من الأول نكونوا إن شاء الله ناجحين في بقية العملية إن شاء الله. إن شاء الله شكرا ليك يعطيك الصحة دكتور محجوب اللعوني عضو اللجنة العلمية والخبير في التحاليل الفيروسية على كل هذه التوضيحات وعلى كل المعلومات اللي قدمتنا وإن شاء الله نهارك زين وكل عام وانت حي بألف خير. موسيقى نرجعوا.